اهلا بكم مشاهدينا. عايزين نتكلم النهارده عن مكتبه الاسكندريه ودورها هنا في معرض القاهره الدولي للكتاب في نسخته 49. يسعدنا ان ينضم الينا هنا على شاشه اون لايف ضيفنا الاستاذ محمد الحباك المسؤول بالمركز الصحفي باداره الاعلام بمكتبه الاسكندريه. برحب بيك على شاشه اون لايف. اهلا بيك يا فندم. طيب حدثنا بقى عن مشاركه مكتبه الاسكندريه في معرض القاهره الدولي للكتاب في نسخته 49. هي المكتبة بتسعى دائما ان هي تبقى ليها تواجد ومشاركة في المحافل الدولية الثقافية المحلية والدولية، ومن خلال ده المكتبة بتشارك في معرض القاهرة الدولي 49 للمرة 15. هي المكتبة بتشارك من 2004 ل 2000 من 2002 سوري من 2002 ل 2018 بتشارك بشكل سنوي في المعرض بثلاث أجنحة، جناحين للبيع وجناح للعرض في قاعة الفي اي بي. بثلاث اجنحه بثلاث المكتبه بتشارك السنه دي بالظبط. طيب احنا المشاركات حضرتك بتقول من 15 سنه المكتبه بتشارك هنا في المعرض، من خلال بقى يعني رؤيه حضرتك. اسف، هي 17 مش 15. 17 سنه او 17 من مشاركه من 2002 تحديدا. عظيم. منذ افتتاح المكتبه، مكتبه اسكندريه. عظيم جدا. عايزين بقى نرصد الاقبال الجماهيري وايه هي الفئات الاكثر ترددا على جناح مكتبه الاسكندريه في المعرض. ملاحظين ان في تزايد نسبي مقارنه بالسنوات الاخيره في الاقبال على المعرض، والفئه العمريه الاكثر تواجد اللي بنلاحظها هي السنه دي فئه الشباب. الشباب هم الاكثر ترددا على الشباب. والصالح بقى الشباب ولا الشابات الفتيات؟ لا الاثنين، تجمع الاثنين يعني. ده عظيم. شباب وشابات يعني. ده عظيم. بيجوا بيسالوا على في شتى المجالات عن احدث اصدارات المكتبه اللي بتتميز بيها في مجالات التوثيق التاريخي لبعض الشخصيات والاماكن من خلال اصداراتها، من الاصدارات الاخرى سواء في شتى المجالات زي ما قلت لحضرتك، في العلوم، في الفنون، في التاريخ. طيب بشكل عام يعني عايزين بقى احنا نرجع تاني بقى لمكتبه الاسكندريه وتصف لنا المكتبه يعني كاننا نراها ابرز القاعات اللي فيها الاجنحه والمعارض اللي موجوده في مكتبه الاسكندريه. مكتبه اسكندريه تمثل مناره العلم على ارض مصر، وشعارها الدائم هو نافذه مصر على العالم والعالم على مصر، وده من خلال او بتضم المكتبه ثلاث مباني. يعني هاخد حضرتك في جولة سريعة كده في المكتبة. هي ثلاث مباني. مبنى المكتبة الرئيسي وهو عبارة عن قرص شمس غير مكتمل، وده بيهدف أو بيرمز لشيء مهم جدا، أن المعرفة والعلم غير مكتملين ولن يكتملوا، فلذلك قرص الشمس غير مكتمل. ده الهدف من تصميمه. تضم مركز للمؤتمرات، وتضم أو المبنى الثالث ليها مبنى القبة السماوية العلمية. لو رجعنا تاني لمبنى المكتبة الرئيسي، ده عبارة عن يضم قاعة الاطلاع، أكبر قاعة اطلاع على مستوى العالم كله، تتكون من 7 مستويات على شكل هرمي، تضم 2 مليون كتاب. على العلم بأن الطاقة الاستيعابية للمكتبة أو لقاعة الاطلاع 5 مليون كتاب، وده اللي بتسعى له دايما المكتبة إن هي قدر المستطاع توصل للرقم ده. يعني أنا في الخطة الاستراتيجية في تزويد دائم للمكتبة إن هو يزيد من 2 مليون ل 5 مليون كتاب للطاقة الاستيعابية الكاملة تكمل يعني. وده بيتم من خلال تزويد المكتبة وسعيها الدائم إن هي تزود معروضها للجمهور، ومن خلال إهداءات برضو، إهداءات الدول أو المؤسسات العلمية. بالنسبه للقاعات، قاعه الاطلاع لو نرجع لها تاني، هي فيها ابرز معروضاتها مطبعه بولاء. مطبعه بولاء دي هي عباره عن المطبعه الخاصه بمحمد علي باشا، يرجع تاريخها ل 1821. دي اول مطبعه في مصر، ودي من ابرز المقتنيات الموجوده في قاعه الاطلاع، بالاضافه الى كسوه الكعبه الشريفه، ودي اللي بيرجع تاريخها لمحمد علي باشا برضو سنة 1831. ازاي وصلت ودي اللي صممت الكسوة للمكتبة؟ تم اهدائها للمكتبة. تم اهدائها للمكتبة بالزبط. تمام. يرجع تاريخها زي ما قلت لحضرتك 1830، وصممت على امهر النساجون المصريون. طبعا احنا عارفين طبعا كسوة الكعبة كانت في مصر قديما، حتى اعتقد القرن الستينيات، نصف القرن الماضي. تمام بالظبط. تمام. تضم برضو المكتبة 15 معرض دائم واربع متاحف،
أبرزهم متحف الآثار ومتحف المخطوطات اللي بيضم أندر وأقدم المخطوطات على مستوى العالم، متحف السادات اللي من خلاله بيتم عرض مقتنيات الرئيس الراحل السادات، واللي من أبرزهم أو من أهمهم بدلة اغتيال الرئيس اللي موجود عليها الدم بتاعه بالفتحة اللي موجودة. يعني في البدلة بنفس حالتها كما هي، نفس حالتها كما هي، وأهدتها لزوجته السيدة جيهان السادات للمكتبة. إيه كمان أبرز المقتنيات اللي موجودة في متحف الزعيم والرئيس الراحل محمد أنور السادات؟ في تسجيل صوتي بصوته هو وهو بيقرأ آية الكرسي، ده موجود في المتحف، وموجود الساعة بتاعته اللي محفور على ظهرها آية الكرسي، ودي حاجة جميلة جدا. في مقتنياته الشخصية ومقتنياته العسكرية، أهم البدل اللي كان بيلبسها، الصولجان بتاعه، البايب بتاعه اللي كان مشهور بيه دايما. مقتنيات شخصية زي ايه تقريبا؟ مقتنيات شخصية زي فرشة الأسنان بتاعته اللي ده فعلا يعني محتفظين بيها حتى الآن، محتفظين بيها، بالمعجون نفسه اللي كان بيغسل بيه، اللي كان بيستخدمه، بالمشط، مشط شعره، مشط شنبه كمان موجود، مشط اللي كان بيهز بشعره أو شنبه موجود، البدل العسكرية اللي كان بيحضر بيها موجود، المكتبة بتاعته اللي موجودة اللي كان في البيت بالكرسي بالمكتب وكل الحاجات دي بحالتهم، بحالتها زي ما هي. في متاحف ايه تاني غير متحف الزعيم الراحل انور السادات ومتحف المخطوطات ومتحف الاثار وفي متحف العلوم؟ في زي ما قلت لحضرتك برضو 15 معرض دائم، وفي 13 مركز بحثي في المكتبه، مركز بحثي متخصص مختلف بيقدم دراسات مختلفه كلهم فيما يخصه. نعم، عظيم جدا، انا سعدت جدا بهذه الجوله الرائعه. يعني انت وصفت لنا مكتبه اسكندريه اكنها قدامنا دلوقتي وبنشوفها وبنتجول فيها طبعا، يعني وحاجه مهمه جدا ان احنا المكتبه بتسعى ان هي تصل من الطاقه الاستيعابيه من الكتب من 2 مليون ل 5 مليون، ده اعتقد عايز له جهد كبير جدا. وانا سمعت كمان لما كنت في المكتبه ان في خطه اللي ان احنا نعمل كل الكتب عن طريق الانترنت، يعني ممكن تبقى متاحه فعلا عن طريق الانترنت. المكتبه هي رئيس الاتحاد الدولي للمكتبات الرقميه، وهي الرائده في المجال ده في الشرق الاوسط كله، وبتسعى دائما ان هي تعرض معروضاتها كلها او مقتنياتها من خلال الانترنت او من خلال موقعها الرسمي، تسهيلا للجمهور اللي مش موجود في مصر او اللي مش قادر يزور المكتبه ويطلع على ما يهمه او ما يخصه، من خلال الانترنت يقدر يطلع على ما يريد. يعني ده اعتقد ده يعني عايز له مجهود وجهد جهيد وجبار، واكيد البركه فيكم. يعني زي ما كلنا بنقول ان لو كانت الاسكندريه هي ملتقى الثقافات وملتقى الحضارات، فمكتبه الاسكندريه هي المناره وهي شعاع هذه الحضارات وهذه الثقافات. انا بشكر حضرتك استاذ محمد الحباك المسؤول المركز الصحفي في اداره الاعلام بمكتبه الاسكندريه، بشكر لك على تواجدك هنا عبر شاشه اونلاين. شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك.